Centre Mohamed Hassan Louazani pour la démocratie et le développement humain. مشكور الاستاذ احمد الوزان على هذه الكلمه الطيبه والترحيبيه للحضور، ويمكننا ان نختصر هذه الكلمه في الاشكاليه التي طرحتها وهي كون العنف ملازما للطبيعه الانسانيه. مع انه ملازم للطبيعه الانسانيه فانه مدان ثقافيا ومدان فكريا ومدان ايضا من الجهه الخطابيه. طبعا الحال هذا السؤال يطرحه إشكالية كبرى، هو إذا كانت الثقافة الإنسانية كلها من ناحية القيم تدين العنف وترفضه وتحاربه، فإنه من ناحية العملية والخطابية تمارسه باعتباره حقلا لغويا وحقلا أيضا تخيليا وحقلا رمزيا لممارسة التواصل مع الآخر بطريقة أو بأخرى. أطرح هذا السؤال على الأستاذ عبد المدشي، ما العلاقة بين العنف والخطاب في عنوان هذه المحاضرة القيمة التي نتمنى إن شاء الله أن نستمتع بها؟ فليتفضل الأستاذ عبد الجليل. مشكورا. شكرا أستاذ معاش، تحية لباب حضور الكرام، تحية للأصدقاء في الحق الإبداعي والثقافي، تحية لكل أساتذة المحاضرة مربين، تحية لكل الإخوة الحقوقيين الذين يشتغلون حق حقوق الإنسان، تحية لكل من عمل على مشاهدة اللقاء، والتحية الأولى طبعا للسيدة كريمة أستاذة دكتورة حورية التي أشارت في معرض كلمتها إلى أنها رغم بعدها الجغرافي عنا فهي قريبة وجدانيا، بالفعل هي دائما قريبة منا بانشغالاتها وبقلقها المعرفي وأيضا أسئلتها التي تريد أن تؤسس مشروع ثقافي نسعى كلنا لخدمته. تحية لفريق العمل أخت مها وكل إخوة التقنيين وكل من يعمل على إنجاح هذا اللقاء. تحية لمن جمعتني معه كل عقبات الدرب الطويل من خلال ممارسة ثقافية وفكرية وتربوية أيضا، أخي وصديقي الدكتور محمد معاش. مفارقة أعلنها في البداية، هل من باب الصدفة أن تحدثت عن العنف في يوم عيد الحب؟ هذه المفارقة، أن العنف هو دائما تيمة مفارقة وتيمة أيضا ملغزة وتيمة أيضا تطرح مجموعة من الإشكالات، ولربما احتفال بالحب والحديث عن العنف هو خطاب مضاد لخطابه. إذا معنى ذلك أن أقسى ما يريده منا العنف هو أن يقسينا وأن ينهينا وأن يوقف أحلامنا وأن يوقف الحياة، ولكن نحن بممارساتنا نقول لازمنا هنا صمتاً. طبعاً تحية لكل أرواح الضحايا الذين اغتابتهم آلة الإرهاب، وأقول دائماً بأننا لكي لا نغتابهم مرتين يجب أن نستحضر ذكرهم باستمرار، فضبطا على النسيان، ضبطا على التلاشي والمحو، نؤكد حضورنا ونؤكد بأننا فيزيقيا يتم تغييبنا أو جزء منا، ولكن أبدا لا يمكن إنهاء الحياة. بالفعل عندما كنت بصدد التفكير في طرح الموضوع ونظرا ل صعوبة تناوله الاعتبار أنه موضوع المواضيع، ارتأيت أن أنحاز إلى مقاربة أخرى وأن ألتفت إلى ظلال هذا الموضوع، لاعتبار أننا أمام تصاعد موجات العنف وتدامي انعكاساتها الخطيرة على جميع المستويات. صار لزاما عدم الاقتصار على انشغال المقاربة السياسية وحدها في تأمل الظاهرة، وذلك لفسح المجال لسبب الأغوال الجذور الثاوية
في التفكير بما تحتويه من جينات تتخلق كولادات شرعية خلال الممارسة بشكل يتبدى من خلاله العنف ملازما للطبيعة الإنسانية، مما يستوجب البحث في ميكانيزمات إنتاج واشتغال خطابه باعتباره حاضنة همومه وتطوره بل ضحيته الأولى، إذ يتم الانتقال من خطاب العنف إلى تعنيف الخطاب، وهذا الأخطر في الموضوع، وذلك من خلال تقويض مقوماته وأنساقه، أي أنساق هذا الخطاب، إما بشحنه بمعجم أثقلت ألفاظه بدلالات الرعب المردفة بحركات وإيماءات تتصادى مع الحمولة التلفظية، كما قد ينعكس في الصورة أيضا من خلال بلاغة القبح. وعليه يتسم مفهوم العنف بالزئبقية والانفلات، إذ يصعب القبض عليه وتحيزه في خانة مفاهيمية محددة. وتشير في هذا الصدد الباحثة حنا أرانت في كتابها المؤسس في العنف إلى كون مفهوم العنف غالبا ما يتم خلطه مع مفاهيم أخرى مثل سلطة أو قوة أو نفوذ، وهو استخدام تعسفي، إذ ترى أن الاستعمال الصحيح لهذه الكلمات ليس مسألة لغوية فقط، إنما هو قبل كل شيء مسألة تصور تاريخي. لهذا فهي ترفض أن تمتهن ما تسميه لعبة التعريفات. تسوقا مع هذا المنحى نؤكد أنه كلما حاولنا تحديده أسقطنا في شرك تحديد مفاهيم محايثة له وحافة به، ذلك أن تحديد المفهومي المرتبط بالعنف يدفعنا إلى ملامسة ظلال الدلالات المنعكسة على المفاهيم المجاورة له والمشكلة بقرابة سرية معه. طبعا القرابة السرية حسب مفهوم جون بيير ريشار. إن هذا الأمر بما يحمله من تحفظ لا يحول دون الانطلاق من بعض التحديدات التي تعيننا في تبيئة الموضوع والتيمة. في التحديد المعجم مع الخطاب ليس إلقاء كلمات فقط، إنما هو تفاعل وجداني مع ما يقال، ولكن ما دمنا قد شرفنا بحضور هذه التلة من جيل الغد فمرحبا ولا بأس. بالمناسبة لك العفو أستاذ أبي بداشين، سألت بعشر أشار بداية كثير من الانطلاقات وعروض وتكوينات أنه إذا دخل عرضي فكأنه يدخل إلى تعصيم مقدس. أي عملية تشويش أو أي عملية قطع لبال فكره تؤدي إلى قلقه وانزعاجه، وأتمنى إن شاء الله أن أستعيد خيط الماضي للفنية التي امتعنا بها في إلقائه لهذا العرض حوله بطريقة فيها من الرفق ومن السمو واللطف، وأنا إن شاء الله أستكمل به عرضه. شكرا. إذا ما سيشفع لنا كلنا هو أن هذه اللحظة سنجعل منها لحظة تاريخية على اعتبار أننا أمام موضوع
اللي فيه تناول أكاديمي، ولكن سنحاول تبيئه في إطار الآن حضور هذا الطلاب من التلاميذ الذين مراهن عليهم في محو آثار هذه الظاهرة أو هذا الفيروس الذي نخر أجسامنا وأجسادنا ووعينا بالدرجة الأولى. لذلك رجاء كنا سننطلق من التحديد المعجمي، وهنا حاولت أنتقي التحديدات لأننا في البداية المقاربة كما تمت الإشارة وكما تعرفون طبعا هناك حقول متعددة تتقاطع في تحديد مفهوم العنف، لذلك سنقوم بعملية الانتقال. ومعجميا المعجم القريب إلى وجدان كعرب التعريف يؤكد مسألة الإكراه والقوة واستعمالها والإفراط فيها. وفي المقابل خدينا معجم آخر مثلا من بيئة ثقافية أخرى، مثلا في علم الاجتماع في كومبريدج، غادي ناخذوا التعريف التالي: أن جوهر العنف إلحاق ضرر جسدي أو إيذاء شخص لشخص آخر. وتتمثل أشكال العنف حسب المعجم في الضرب والاغتصاب والتعذيب والقتل. إذن لاحظوا من المنطلق أننا في التعريفات المعجمية هناك دائما حصول الضرر، هناك فاعل، هناك مستقبل لهذا الضرر. إذا انتقلنا من هذا التعريف اللغوي المعجمي السطحي وحاولنا أن نحيز الموضوع داخل البيئة النفسية، سنجد بأنه لضبط المفهوم من هذه الزاوية فميشيل كورناتون يشتغل على مفهوم العدوانية، وأشرت منذ قليل قبل وصولكم إلى هذه الصعوبة في تلازمات الدلالية والمعاني المحايدة لمفهوم العنف. احنا مفهوم تالي كاين الضرر ثم العدوانية باعتباره، أي هذا المفهوم، الإبدال اللغوي للعنف. لذلك يشير بأنه إزاء عجز علم الحياة على تبيان ما هو طبيعي في العدوانية، هل يجب التأكيد بأنها ليست سوى ظاهرة ثقافية؟ فهذا واقع ثابت في الإنسان تتغير بتغير مظاهر الحياة وتفاعل عناصرها. قد ذهب فريد إلى ربطها بالليبيدو بما هو منتج لمبدأ اللذة، وضمن صراعه مع القيود التي تحيط به يسعى إلى التخلص مما يفجر رغباته الإجرامية. ومن ثم تصير العدوانية الانعكاس الطبيعي لأشكال الحرمان التي فرضها الواقع. هذه رؤية فريد. ومن ثم تصير العدوانية كما قلت انعكاس طبيعي لأشكال الحرمان التي فرضها. إذا هناك الفعل ورد فعل لا واعي، إنه ثاوي في المنطقة الضريرة المختفية في اللاشعور، وقد تكون موجهة ضد الذات. هذه العدوانية قد تكون موجهة ضد الذات، فيعمل الإنسان على التلدد بإيلام نفسه، يجد نوع من التلدد، ما سمي في الحقل بمازوشية. في مقابلها أيضا قد يصير الآخر هو مصدر هذه اللذة وتتحول من مازوشية إلى سادية، التي تصبح في خدمة هذه العملية فتحولها إلى رغبة في الامتلاك. هذا الرغبة في الامتلاك هي أن أتملك الآخر، أن ألغيه لأحقق ذاتي. أنا طلبت منذ قليل إنصات رجاء، لأن يعني التليفونات من ما سنتحدث عنه في نهاية الورقة أيضا من الخطاب. لذلك أنا لمس ارتباط الحب بما هو عدواني، وقد أجاد فرانسوا ديكريتش عندما قال: في الحقيقة إن ما يقتضيه العمل الجنسي الإنساني من تهيئة نفسية في سبيل أعظم اكتمال الله هو استبدال العدوانية الحقيقية بعدوانية مجانية ومسالمة، أي تنفيذ لعبة انتصار الحب على العداوة بحرية داخلية. كل ذلك
لتصبح مجمل الهواجس ذات النزعة التدميرية مروضة وخاضعة. بمعنى ذلك الفوران من كل قوة التدميرية يتم ترويضها وامتصاص حدتها وإبطال بين قوسين مفعولها، مما يفسر تردد وسيظهر ذلك من خلال تسخير وسائل الإعلام والبرامج التعليمية. لكي نخلق عقليات منمدجة ومنمطة وبالتالي يصبح التفاعل الاجتماعي رافضا لهذا التقليد والعمل على ترسيخه عبر إعادة الإنتاج، وقد يفرز الإحساس بهذه العملية رغبة في التمرد وإعلان العصيان من طرف أفراد يرفضون الانصياع والخضوع. في هذه الحالة نكون أمام ممارسة العنف ضد المجتمع، إنه عنف تبادلي. لذا يمكن الحديث عن إكراه عندما يتعلق الأمر برد فعل الفرد تجاه المجتمع، غير أن ما يعمل على تعقيد هذه العلاقة هو استحضار فاعلية هذا الإكراه، إذ به تضمن الجماعة تماسك بنياتها وتوحدها. إنه الإكراه التعسفي القمعي الموجه أساساً للتقويم والردع. كل آلية الضغط، كل آلية القمع هي آليات منتجة لتجليات العنف، لأن المؤسسة الاجتماعية في النهاية ما هي إلا تمظهرات لمؤسسات أخرى، لعل أبرزها المؤسسة الأسرية التي يتحكم في بنيتها نظام اجتماعي متشابك ومعقد، وعليه يمكن الإقرار ارتكازا على ما ذهبت إليه الأستاذة ليلى عبد الوهاب في العنف الأسري، الجريمة والعنف ضد المرأة، قائلة: العنف الأسري هو أيضا أحد أنماط السلوك العدواني الذي ينتج عن وجود علاقات قوى غير متكافئة في إطار نظام تقسيم العمل بين المرأة والرجل داخل الأسرة وفقا لما يمليه النظام الاقتصادي الاجتماعي السائد في المجتمع. لماذا نريد هذه المسلمة وهذه الأشياء المعروفة؟ لأن نبحث عن البذور التي تغذي من بعد إطار تشكل الوجداني وتشكل الاجتماعي. نتحدث عن هذا الممارسين العنف، من العنف يأتي من فراغ، إنما هو استنبات لحظي للزمان والمكان المستمر إلى أن تصل الأشياء إلى اكتمال موجها. وقد تقاطعت جل الضوابط المتحكمة في نظام الأسرة عند الفكرة الساعية إلى جعل المرأة والأبناء امتداد طبيعي لما يملكه الرجل، وهذا ما يمنحه الحق في طريقة التصرف في ملكيته، بل إخضاعها لأهوائه ونزواته، وبواسطة هذا الحق يصبح العنف ضد المرأة غير الخاضعة عنفا مصوغا ومبررا ومنسجما مع العقليات التي أنتجته. نلاحظ كيف نجد تبرير لما يقع. إذن هذه الآليات التي تشتغل ولا يتم الانتباه إليها في هذا الأفق هي التي تجعلنا بالفعل نقف أمام ظاهرة معقدة. ولعل الإطار الذي يهمنا الآن بحضور هذه التلة من التلاميذ هو التحديث التربوي، ولا وجود لما يمكن الاستناد عليه في هذا المجال أكثر من بورديو. فبورديو يذهب إلى أن أي نشاط تربوي يستوطن نوعاً من العنف، وهنا سنتحدث عن عنف آخر اللي هو مجال اشتغالنا في هذه الورقة اللي هو العنف الرمزي. يتبدى من خلال إعادة إنتاج نموذج تعسف ثقافي الخاص بالطبقة المستغلة أو المستغلة أيضاً، سواء تعلق هذا النشاط في الممارسة بجماعة المتعلمين أو بالجماعة الأسرية ضمن التربية العائلية. وبالتالي يرى في النهاية يلخص أطروحته كون العمل التربوي
بوصفه عمل ترسيخيا، ونستر على كلمة ترسيخ لما أخطر ما موجود في العمل، متواصلا طويل الأجل يدفع إلى استبطان مبادئ نموذج معين من التعسف. هذا العمل اللحظي الذي قلناه يترسخ قطرة فقطرة جزءا فجزء إلى أن يصير واقعا في النهاية محدثا تطبعا يتمتع بالديمومة وبقابلية الانتقال، أي يستطيع توليد ممارسات تنطبق على هذه المبادئ دون أي قواعد صريحة أو إجراءات زجرية تسمح للجماعة أو للطبقة التي تزود النشاط التربوي بالصلاحية بإنتاج ومعاودة إنتاج لحمتها الثقافية والأخلاقية دون اللجوء إلى القمع أو خاصة إلى العقاب الجسدي. بل عندما تنفلت الأمور تصير هذه البدايات التي ساهمنا فيها بشكل مقصود أو غير مقصود في تغذية بذور القمع في بذور العنف فيها تصير أيضا محط ممارسة متبادلة في العنف عندما يمارس عليها القهر. تأسيسا على كل ذلك يشكل الفكر التربوي البديل الأنجع للعقاب الجسدي، لأن فاعليته تكمن في اعتباره عنفا رمزيا لا مرئيا، مما يكسب قوة التأثير سواء من حيث ما يترتب عنه أو في قدرته على البقاء والاستمرارية، لأن العقاب الجسدي يزول وتأثيره لن يتجاوز لحظته الخاصة به، بينما مع المستوى الأول يصير وهنا الأخطر طاقة تشحن درجة تأثيره والعمل على تجديره، مما يمكن من تمرين وتكريس كل مقاومات السلطة التي أفرزته. إذا نعرف في الحياة بأن ما يتم تلقيه من عقابات جسدية تأثيرها وألمها لحظي وسيزول، حتى العلامات التي ستبقى ستنمحي وقد تنمحي بعملية تجميلية، ولكن كيف الأمر فيما وقع في الداخل في وجداننا الذي لا ينفع معه لا عملية أن تندمج الجروح ولا عملية تجميلية؟ ما دون الآن مع التلاميذ نستشهد دائما بقول الشاعر، شنو قال الشاعر؟ جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. إذا جراحات السنان سيوف تشفى وتبرع، ولكن أبدا ما جرحه اللسان يمكن أن يشفى. واش كيقول المغاربة هادشي اللي بغيت نقول؟ شنو كيقول لكم المغاربة؟ لا قدمها ولا تسمها هي هذيك صافي. دابا راكم متبعين مزيان مواصلين. كما قلت العمل على تجديره مما يمكن من تمرير وتكريس كل مقاومات السلطة التي أفرزته، فهو الأداة التثبيتية لمجموعة من الرواشم اللي كترشم وتشم، رواشم الفكرية والسياسية التي ينطبع بها الفرد لإعداده وتأهيله لإعادة ونظم بورديو في إعادة الإنتاج، لإعادة خلق النموذج الذي من شأنه ضمان استمرارية. إذن وفي هذه الحالة لا نحتاج إلى آلية خارج الذات لضمان هذا الانضباط. هنا الصعوبة، كيف تستدمر الذات كل تلك العوامل وتتلقاها وتصير هي من تؤدي خدمة للآخر، بما في عملية الإخضاع والخضوع تصير منقادة وطيعة ما دمنا أمام ذوات موشومة ومبرمجة تمارس الرقابة الذاتية، لأن قمنا بعملية الزرع منذ البداية. هي سيرورة صامتة. إذا منذ أن كنا في المدرسة تلاميذ ونحن نتلقى مجموعة من الأشياء، لذلك عنصر التربية خطير جدا. الإنسان هو مجموعة من العناصر وكل ما يزرع فيه ساعة وراء ساعة، الإنسان في نهاية المطاف قضية كما قال حسان كنفاني. إذا الإنسان هو هذا
كائن أو جماع هذه اللحظات التي تكون فيها. الحق الأهم في الاشتغال إذا عدنا إلى الجانب الأنثروبولوجي لمقاربة المفهوم، كما قلت لن نجد سنداً أكثر من أطروحة توني جيرار حول العنف المقدس، العنف المقدس الذي يظل نموذجاً يمكن التعامل معه لضبط المفهوم من وجهة نظر الأنثروبولوجية. لماذا؟ لأنه يسعى إلى استكناه البناء الثقافي بما هو تركيب لأساطير وطقوس ومقدس، ولفهم هذا البناء اتكأ على سند قوامه أن العنف أصل البناء الثقافي، لكونه يتأثر في الإنسان ويؤثر فيه بعلاقته مع آخرين. وفي نظره أن المحاولة التي تجعل أصل العنف كاملاً في غريزة تدفعنا نحو العنف والموت لا تملك منطقاً موضوعياً، بل هو يرد على كل أطروحات السابقة. فهي تعمل على جعل أساس العنف في الخارج، خارج الذات، عندما تربطه بما هو قدري، في حين أن العنف لا يمكن التعامل معه إلا من خلال الإنسان ما دام يمتلك خصيصة إنسانية. لذلك يقر طبعاً ابن جراح بأن العنف رغبة مستبطنة في الإنسان وفي المنافسة مع الآخر حول هذه الرغبة. لذلك جعل العنف مرتبطاً بالتضحية التي بواسطتها تحول المجتمعات العنف وتخدعه، نوع من التمويه والمراوغة لهذا العنف. ولضمان السلامة في الجماعة تكون التضحية بالحيوانات بدلاً عن الأفراد، وكل مجتمع يسعى إلى إخماد العنف ضمن صيغة متواصلة يتعين ضمنها كبش الفداء. أروني جار عن الكتاب سنتو كبش الفداء إذن. ومن ثم فإن تعامل روني جيرار مع الأساطير والطقوس من منظور المقدس مكنه من الاهتداء إلى أن الآلهة والمخلوقات الأسطورية تتحرك ضمن فعل العنف ما دامت تمتلك خصائصه، إنها لا تخرج عن ثنائية الخير والشر، وفي غياب الآلهة يتطيع الأموات بدورهم فيمارسون عنفا رمزيا ضد الأحياء. يشير قائلا: لماذا يجسم الأموات لعبة كالآلهة؟ لأن الموت في نظر هؤلاء هو أقبح عنف يمارس ضد الأحياء، فهو الشر الأقصى، وبالموت تندلع عدوى العنف داخل الجماعة وتهدد الأحياء، مما يقتضي الحماية ضد الموت. لذلك يتم عزل الميت لكي يحاط بالفراغ، وتقام طقوس معينة ترافقه، وهدف هذه الطقوس هو التطهير وطرد العنف المدنس. كل هذه التحديدات والتعريفات تتقاطع في اعتبار العنف الفعل المؤسس على الضغط والإكراه، وهو ضغط يهدف إلى إخضاع الآخر. إذا لازمنا في نفس المنطلق، وقد يتأدى هذا الأمر عبر مجموعة من الوسائل تختلف بدرجة الرغبة في إلحاق الأداة، كما يتحكم الداعي إليه في اختيار الأداة لتحقيقه انطلاقاً من اللسان عن طريق الشتم، السخرية والصياع، ومروراً باستعمال اليد، وانتهاءاً إلى الضرر المفضي إلى التشبهات والعاهات المستديمة، ليبلغ في الأخير ذروته في القتل. من هذا المستوى من العنف الناجم عن رد فعل قد يطرح أمامنا التباساً وتداخلاً مع مفاهيم أخرى تستدل على عنصري الإكراه والضغط، نستحضر أبرزها لما يثير من تشويش وغموض في تعلقه مع مفهوم العنف. فحين يقابل فريند العنف بالقوة التي تضبط وتنظم الإشكال التي تمارس بصورة عامة في احترام القوانين وتقاليد الشرعية، فإنه يصف العنف بأنه غريزي وعاطفي من ذات طبيعية، ويعطي إشارة منتبه إليها
إن جيش المنظمة هو الصورة النموذجية للقوة، وأن جماهير ثائرة وصاخبة هي الصورة النموذجية للقوة. هذا التوصيف وهذا التفكير يحدد مفهومين. لقد طرحت ضمن كل تلك التحديدات مسألة الأضحية كوسيلة لخداع العنف وتحويله عن هدفه الحقيقي. وقد تأتي مسألة البديل الذي يقدم كأضحية، لأننا نجد هذا البديل في الغالب حيوان له علاقة بالإنسان. فلماذا هذا الارتباط؟ لأن الحيوان معد للنحر من فصيلة أليفة ترتبط بحياة الإنسان، كل ذلك لتقريب عملية الخداع. لن نأتي بشيء غريب عن هذا الكائن، نحن نريد أن نراوغ العنف المسلط للإنسان، فلكي لا نخطئ الطريق نأتي بهذه الأضحية التي تقترب بحكم أنها أليفة وملازمة للإنسان. من ثم نستشف التعقيد الذي يحف بالمفهوم الذي يلقي بضلاله على إنتاج آلية تصريفه وانبتاق شرارته. فالخطاب بما هو سند وحامل لكل مستويات العنف سيعكس هذه الخصوصية المتسمة بالتعقيد والضبط، بل ستشكل كل تجلياته المكتوبة والمسموعة والمرئية تحققا ماديا ورمزيا انغرس في الحياة اليومية للأشخاص، متجاوزا بذلك العنف السياسي الموجه ضد النظم السياسية، متسلبا إلى المعيش اليومي في الطريق والمواصلات وأماكن العمل والترفيه وداخل الأسرة، لأنه خطاب عميق وثاو في الغور، وبالطبع ناجم عن مجمل التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية. لذلك يعكس عنف الفرد الإحباط الناجم عن عوامل قاهرة وخارجة عن الذات. العنف نهاية ورد فعل لا إرادي وغير واعي، مما يدفعه إلى ترجمة تلك الأحاسيس عن طريق الحوار ومختلف التبادلات التعبيرية. بهدف إلحاق الأذى الجسمي أو النفسي للطرف الآخر عن طريق استخدام أساليب اللوم والتهديد والترويع والشجار، كما يشحن خطاب الحياة اليومية شكراً على وضع هواتفكم في حالتكم في قارة السلم بعيداً عن العنف. كما يشحن كتاب الحياة اليومية إلى جانب الأقوال والإيماءات والرموز. الشباب ينتبهوا لمسألة أساس، أنتم في حضور أساتذة أجلاء وأكاديميين، ونزولا عند رغبتكم وتكريما لكم غيرنا إيقاع العرض كله، حاولنا أن نبتصر أو نختصر أو إكراما لحضوركم. إذن عليكم أن تستقبلوا هذه الإكرامية بما يستحقها. شكرا. كما يشحن خطاب الحياة اليومية إلى جانب الأقوال بالإيماءات والرموز غير اللغوية، وبذلك يتسرب محتوى الخطاب بشكل غير مرئي ليستقر في اللاشعور، كاشفا عن عنف في مرحلة كمون ما دمت ذكرت الكلمة، خفي هادئ لا مرئي وغير محسوس حتى بالنسبة لضحاياه، حتى من يتسلط عليهم العنف لا ينتبه إليه، يتشربونه بشكل عالي إذا العملية تقع في هذا المستوى، ويعلن عن تجليه لحظة التوتر. إذا متى يظهر بأننا استضمرنا وأخذنا العنف؟ عندما ننفعل، انفعالنا هو ترجمة لما ركمناه. إذا هذا الضغط فيزيائيا مولد انفجاره هو ما يقع في هذه اللحظة. إذا كل الأشياء التي ساهم كل
عنصر من عناصر الحياة اليومية في إدائنا نستضمرها. قلت كاشفا عن العنف في مرحلة كمون خفي هادئ لا مرئي وغير محسوس حتى بالنسبة للضحايا، ويعلن عن تجليه لحظة التوتر، وهكذا يصير الإيذاء اللفظي قاعدة التواصلات اليومية، بل تعمل اللغة المستعملة على توسيع الهوة بين الأفراد. لماذا؟ اللغة اعتبرت وسيلة للتواصل، لماذا ما عدنا لا نتواصل؟ صارت اللغة هي الأداة التي ترسخ الشرخ فيما بيننا. لذلك لاحظوا كثيرا ما نردد حتى في علاقة تكون ثنائية أو جماعية كشباب، قلنا ما فهمتنيش، ما تتكلم تشرح لي، إذا أنت تستعمل نفس اللغة، ولكن لماذا لم تعمل هذه اللغة على ربط الجسور بينكم؟ إذا شيء ما قد توتر، أشياء بدأت تفقد إطارها، بل تعمل اللغة المستعملة على توسيع الهوة بين الأفراد وبين الفرد وذاته الذي تتنكر له وتخرج عن طوعه. إذا حتى عندما أحاول أن أصرح بشيء قد تخونني تعابير وأصرح بشيء آخر. لذلك هناك إشارة لماحة عند هايدغر عندما اعتبر بأن اللغة أخطر النعم، هي نعمة ولكن من أخطر النعم أفضحها. وقد شكل العنف اللساني أبرز أنواع العنف الرمزي، على اعتبار أن العنف الذي يكتنف فعل الكلام يعمل على تدمير النسق اللغوي وشحن الكلمات بدلالات تخرجها عما تواضع المتكلمون عليه في الاستعمال. قد أشار بارت أنه ليس غريبا أن تكون اللغة في تصوره فاشية، فهي لا تمنع من القول بل تفرض القول على القائل. اللغة هي التي تتكلمون طبعا وتسجله ضمن سجلات سابقة عليه في الوجود. نحن لا نقول أي شيء، نكرر ما قيل. إذا هذا الاستبطان لواحد واحد واحد السجل واحد الريجستر اللي استعمل بوسائل متعددة تسرب إلى ذاتنا. فالدلالات المضافة المضافة للكلمات ليست غطاء لأشياء موجودة فعلا، بل هي ما تبقى من استهامات تسللت عبر التسميات والدلالات إلى وجدان الذات المتكلمة. هذا الاقتباس البارتي وتحريره تم الاشتغال عليه، مقتبس من كتاب بين اللفظ والصورة للأستاذ سعيد الدرعي. وبالتالي نجد أنفسنا أمام عنف مبعثه الغريزة، سمته اللحظية والعشوائية، في مقابل العنف المؤسس نظريا ومبلورا ضمن إيديولوجية العنف المشرعن والمحتمي برداء القداسة التي يضفيها أصحابها على ممارساتهم. طبعا الممل إليهم في المجال الحديث كل معتنقي الفكر الإقصائي والإرهابي الذين يحتمون باللغة ويعمدون إلى ترويج وإنتاج خطابات العنف التي انتقلت من تمرير محتويات عنيفة إلى تعنيف الخطابات نفسها، بما هي خطابات تتغير ممارسة التأثير على المتلقي لهدف استمالته وتعطيل وشل قدراته العقلية عن التفكير بغية إدعامه وإخضاعه. لذلك يراهن منتجو هذه الخطابات على القدرات الحجاجية في تدبير لحظاتهم التواصل مع الجماهير التي تتلقى خطاباتهم بطريقة آلية ومبرمجة. هنا اشتغل خطاب العنف، كيف يسعى هذا الخطاب إلى جعل الآخر توقفا عن التفكير. لذلك خطاب للإلقاء يكون فيه مجموعة من المواصفات، سواء اللغوية على مستوى الإقلاع والحجاج وعلى مستوى الإلقاء. إذا معنى ذلك أن لا يكفي محتوى عنيف لكي نؤثر في الآخر،
كيف نلقي هذا المحتوى؟ هذا هو الخطر جدا، اشتهار الخطاب في هذا الاتجاه. في تقليل لحظات تواصلهم مع الجماهير التي تتلقى خطاباتهم بطريقة آلية مبرمجة، وحري بناء مسرح غير ما ذهب إليه غوستاف لوبون في كتابه سيكولوجية الجماهير، حيث يقول إن نفسية الجماهير تبين لنا إلى أي مدى يكون تأثير القوانين والمؤسسات ضعيفاً على طبيعتها الغريزية العنيفة، كما وتبدو لنا عاجزة عن تشكيل أي رأي شخصي ما عدا الآراء التي لقنت لها أو أوحيت إليها من قبل الآخرين، ولا يمكن للقواعد المشتقة من العدالة النظرية الصرفة أن تقودها وحدها. الانطباعات التي يمكن توليدها في روحها يمكن أن تجذبها. صفحة 140 من كتاب سيكولوجية الجماهير. إذا لوبون يرى بأن كل قوانين وكل أشياء لا يمكن أن تؤثر، ما يؤثر هو ما نعطيه وننتقيه وننتقي طريقة إيصاله للآخر. إذا معنى ذلك اللحظة الخطابية تلاحظون أن كل ممارسي وكل معتنقي هذا الفكر التدميري يراهنون على آليات الخطابة والتأثير على الجماهير، لأن تأثيرها أقوى. فإلى جانب اللغة المنطوقة يتعزز خطاب العنف لدى المرسل، لدى المرسل أي صاحب هذا الخطاب، بكل الآليات المشكلة باستراتيجية الحجاج والإقناع، لدرجة يصير معها المرسل هو نفسه نصا مشرعا على القراءة. هذا الذي يرسل يسير ذاته نصا للقراءة. معنى ذلك ومعروف في علم التواصل، التواصل لفظي وغير لفظي، جيستيال في الحركي وفي الإيمائي وفي كل شيء، بمعنى قدرة التعبيرية على الإيصال تجعله هو نفسه نصا يقرأ. ملامح ولحظات صمته وتأثيره، طريقة تحريك اليد، كل هذه العناصر التي تجعل منه نصا مقروءا هي جانب النص الذي يلقيه، بل النص الذي هو صاره سيصير أقوى تأثيرا من النص الآخر. حتى عندما لا يتكلم يتكلم في نظراته في لحظات التوقف يختار، بمعنى استراتيجية الحجاج والإقناع تقطع هذه الجوانب وليس المجال هنا لتعميق النقاش فيها. في مختلف تجليات انكشاف ذاته واستعراضها عن المتلقين، ويكفي التدليل على ذلك استحضار عنصر التقمص ولعب الأدوار، إذ كل ما تضمن خطاب هذه الفئة السلاح المظلومية يكون أكثر تأثيرا. ولعل هذا التركيب رغم مفارقة الإسناد اللغوي فإنه يؤدي المعنى المطلوب، إذ كيف تتحول المظلومية بما هي إحساس بالعجز إلى سلاح؟ لاحظ المفارقة الآن، نسميه سلاح المظلومية ولكن في الإسناد اللغوي كيف هذه ما يحيل عن العجز يصير سلاحا، بمعنى استغلال كل ما من شأنه أن يؤدي وأن يعرض تلك الاستراتيجية. يراهن عليه هذا المرسل بشرعنة العنف من خلال تقمص دور الضحية في لعبة حربائية، طبعا يتلون ويتغير حسب المواقف، في لعبة حربائية مدعمة بخطاب ينتقي معجمه وقناة صريفه أو في لحظات جلد الذات والتباكي لإظهار الندم على الخطايا والآثام المرتكبة استدرارا بالجانب الوجداني لدى المتلقي. في لحظات يمكن تحدث لنا على الأهواء، يمكن تحدث لنا على العقاب العالم الآخر والآثام التي ارتكبناها في الدنيا الفانية والزائلة. إذا هذا الآن الفضاء أو إعداد المتلقي لهذا الفضاء فيه أيضا عمليات الاستدراج لدفع المحتوى الموجود في الخطاب. أيضا من بين هذه الآليات استراتيجية الإقناع عنصر تكرار الذي يشكل أهم مرتكز في بنية خطاب العنف، التكرار لقوة أدائه ولإمكانيته الترسيخية
ويجمل أن نستضيف هنا إشارة مرة أخرى غوستاف لوبون في هذا المقام. يقول: ويمكن أن نفهم جيدا تأثير التكرار على الجماهير عندما ننظر إلى الهيبة التي يمارسها على الشخصيات الأكثر استنارا. فعندما نكرر الشيء مرارا وتكرارا ينتهي به الأمر إلى الانغراس في تلك الزوايا العميقة من اللاوعي، حيث تصنع دوافع كل أعمالنا. فبعد أن تمر فترة من الزمن ننسى من هو مؤلف القول المكرر، وينتهي بنا الأمر إلى حد الإيمان به، أي إيمان بالمقول، يلمحي صاحب القول ويظل القول المكرر هو الراسخ. إذن هنا الأداة الترسيخية صعبة جدا. القول مقتطفة من الصفحة 133 سيكولوجية الجماهير. في المستوى الثاني سأسرع، تشكل الصورة سندا آخر لتصريف الخطاب عامة وخطاب العنف على سبيل التحديد. ومقاربة هذه الصورة تدفعنا إلى إدراج هذه من السياق الإعلامي والتواصلي، لا سيما أننا نعيش عصر الصورة ووسائل التواصل بامتياز، مما يجعل سلطة البصري بقدرتها على النفاذ إلى كله الكائن لتعيد تشكيل وجدانه ولا وعيه. وأمام هذا الزخم من الصور في كل لحظة وفي كل مكان سرنا أسرى هذا العمى الصوري، أصبنا بالعمى لأنه كثرة وكثافة الصور التي نتلقاها للهواتف من كل الشاشات المحيطة بنا عملت على طمس هذه الرؤية. فالآن يتحدث عن ما يسمى بالعمى الصوري، عمى الصور من الصورة الطاغية. والصورة هي خطاب أيضا، هي سند في هذا الخطاب. إذا كنا نتحدث عن الخطاب المتلفظ الخطاب اللغوي، انتقلنا إلى الخطاب البصري وكيف يؤسس عنفه. فأمام هذا الزخم من الصور في كل لحظة وفي كل مكان كما قلت صرنا أسرى هذا العمى الصوري والافتراضي. لذلك لا نملك إلا أن نعيد مع جان بودريان تساؤله: ماذا تبقى من الواقع المادي ونحن نشهد في كل مكان حقنا هائلا ومتواصلا للواقع بالصورة والمتخيل الافتراضي؟ انتهى قول بودريان. بمعنى أن هذا الكم من الصور جعلتنا نبحث عن واقع آخر، هذا ما يسميه وما سيسميه بالواقع المفرد، وسأوضح ماذا يقصد بذلك. ولعل أخطر ما في الأمر في هذا الاتجاه هو التطبيع الذي صار يسيج مخيال ووجدان المتلقي، فقد انتفت الدهشة والاستغراب، وبالتالي تكلس التأثر بكل الإنتاج البصري. إذن أخطر ما في الأمر هو ما عدة الأشياء تثيرنا، صرنا نتقبلها بشكل عادي، ولكن إحنا لسنا عاديين. إذا وصلنا لهذا الأمر التصالح مع الأشياء وانتفاء صور الدهشة والإعجاب وعدم توليد الأحاسيس المنفعلة، يجب أن نخاف من هذه اللحظة. لأنه انتهينا سافينا بجان فشل بالفعل ونستضمن كل شيء، لا شيء مثير، حتى ما المشاهد أكثر فضاحة لا تثيرنا. إذا أخطر ما يمكن أن نصل إليه في هذا الجانب هو هذا الأمر، فقد انتفت الدهشة والاستغراب، وبالتالي تكلس التأثر بكل الإنتاج البصري بعد أن تسلله بشكل صامت وناعم. كل مقوم العنف إلى خطاب الصور. إذن في هذا الانتفاء الدهشة يؤكد بأن أشياء تمر كما نقول جرت مياه تحت الجسر، هكذا جرت أشياء تحت الصور. التقطنا، استهلكنا أشياء، استهلكنا هدايا مسمومة ولم ننتبه، وتفعل فعلها السحري لكي نكتشف ذات يوم أننا نتاج
ما استثمرناه ذات وقت وذات زمن. إذن هذا خطاب الصورة كما قلنا يستضمن كل تلك العوامل التي تسربت إلينا في الصمت. وهذه المنحة كما قلت يجعل من الصورة باعتبارها أكثر ديمقراطية في التداول أكثر من اللغة، لأنه لا تحتاج إلى تشفير وإلى فك التشفير. لذلك تلاحظون اهتداء من يمارسون العنف والإرهاب إلى هذا الجانب، انتقال من خطاب اللغة إلى خطاب الصورة الذي كان مهملا. هذه الجماعات كما قلت منتهنة للتقتيل والتدمير، كيف تستغل خطاب الصورة الساعي نظرها وفي استراتيجيتها إلى إشاعة الرعب والإحساس المرهب بامتلاك السلطة، وقد تبدى ذلك من خلال الحرص على تصوير بشاعة أعمالهم عبر الفيديو مثلاً، وهي العملية التي يتم الحرص فيها من قبل هذه العناصر على اتباع مجموعة من الضوابط. دائماً لماذا يقدم كل هؤلاء الفاعلين بالباس بأسلحتهم مقنعين؟ على اعتبار أن فعلهم هو المعني بالتبئير والإظهار في تلك الصورة، في تلك الصورة طبعاً يستعينون بخبراء في هذا المجال. إذن في التبئير الفوكاليزاسيون يركزوا على هذا الفعل أكثر من الأشخاص. الأشخاص يتوارون في الخلف مثلاً، لأنه تأثير وما يقدم هو الفعل نفسه. لذلك كما قلت فعلهم هو المعني بالتبئير مع الاقتصاد في الخطاب اللفظي. إذن في هذه الصور يتراجع اللفظي مقابل الصوري، ما دام خطاب الصورة أشد كثافة دلالية تعين على تبليغ الرسالة. إن الصورة نقول كل شيء، الصينيون يقولون بأن الصورة تلخص 10,000 كلمة. إذن في كل صورة انتهى الكلام، ذلك نقول بدون تعليق. مثلا الصورة هي أكبر خطاب يمكن أن يحتوي مجموعة من الدلالات. ما دام خطاب الصورة أشد كثافة دلالية على تبليغ الرسالة، وخطاب الصورة هذا إلى جانب حمولته العنيفة يمارس عنفا آخر بتداوله السريع والواسع الانتشار، بل وبدل أن يثير اشمئزاز يضحى فرجة كالفرجات الأخرى التي تمنحها مثلا فيديوهات الكليبات الأغاني. نتبادل عملية التقتيل والذبح للضحايا كما نتبادل فيديو كليب بكل بساطة. هل بكل بساطة هو مشكلتنا الآن، هو موضوع نقاشنا وتأملنا. قلت مدمون وصلنا لهذا الجانب، فهذا الخطاب قد تمكن من فعله العنيف، ويتم التهافت على التقاسم بارتاجي المفهوم. لاحظوا المكر اللغة هنا، نتقاسم أبشع ما وصلت إليه البشرية، وبذلك تتغير كل أنصاق والمواضعات. لماذا؟ لأن عملية التقاسم عادة اللي كنقولوا التقاسم، وشنو التقاسم؟ شيء جميل، شيء حاجة فيها المعرفة ومفيدة. ولكن ماذا واقع الآن؟ عمل خطاب الصورة على شرعنة وتسويق اقتسام الألم والمأساة. هكذا مارس هذا الخطاب مرة أخرى عنفا. بموازاة هذه العمليات الوحشية المدبرة، صار الناس أيضا يتقاسمون صور النهب واحتراق المركبات والحوادث المروعة. إذن في التقاسم في الفيديو، إذن حافلة تشعل فيها النار بكل برودة وتدريب لأي إحساس يمكن أن يوصف، أقف لألتقط فيديو. الناس قد تحترق، أشياء قد تقع مهولة، ولكن تأملوا المشهد، تأملوا إلى ما صرنا إليه، كيف تعطلنا وما بنيته في البداية من افتراضات هو الذي أؤكده الآن، كيف يعمل على تدمير
النسق الخطاب كيف يعمل تلبيب النسق الطبيعي وأيضا الأوفاق التي بني بها. فما يثير في مثل الصور وجود شخص كما قلت يصور ببرودة قاتلة، هذه البرودة أشد قسوة من المشهد المصور نفسه. هنا المفارقة الخطيرة جدا، مما يجعلنا نحس أمام عنفين. هذه اللحظة عنف يقدمه خطاب الصورة لمحتواها، وآخر لا يقل ضراوة عنه يمارسه من يحرص على التوثيق. هكذا صار من خطاب الصورة القدرة التدميرية والإذعانية لإلغاء كينونة الآخر عبر استلابه. أليس ذلك أهم سمات العنف؟ قلنا في الأول بأن العنف هو عملية إقضاء عن الآخر. هذا الخطاب خطاب الصورة ها هو الآن يمارس في الشيء. أليس كما قلت ذلك أهم سمات العنف؟ أي إلغاء ذات الآخر وإقضاعها وترويضها. نستحضر هنا إشارة أخرى وردت في كتاب بين اللفظ والصورة، تقول إن الشاشات البديلة تمنعنا من الرؤية لأنها توجهنا إلى ما يجب أن نراه وكيف نراه وما يجب أن نرغب فيه ونشتهيه. لقد كانت العين حرة في التصرف في عوالمها يوم كانت تختار موضوع نظرتها، لكن الآن أسيرة ما يعرض عليها في كل مكان لأنها تكتفي بالرؤية. صحة 31. معنى ذلك أنه انتفت عملية الاندهاش الرؤية، لأن أرى ولا أبصر، أرى ولا أبصر. إذا أبصر هو النفاء إلى دواخل، كما قلت لكم نسيتوا إلينا بأن استمعوا للشيء. فهنا تنتفي عملية الإبصار لتبقى الرؤية فقط. هكذا نحن نتفرج على شريط طويل مقطع. إذا ما عدنا نتعامل ونتفاعل بإحساس وبكينونتنا ألغيت. إذا صرنا في النهاية دوات مسلوبة الإرادة معطلة البصيرة. زين التعمد البصيرة مش فيها الآية القرآنية اللي فيها قوله تعالى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. نعم تمييز بين رؤية بدون إحساس ورؤية مصاحبة بالأحاسيس والمشاعر والإدراكات. شكرا. طبعا هذه الرؤية التي تتالت عليها قذائف الصور لدرجة أصابتها بالعمى الصوري. لاحظوا أن هذا الاستعارة صورة معمورة صورة كأننا نرسل قذائف، فانتهت عملية الإبصار وصلنا أمام مفهوم لكنفرر العمى الصوري، مما أفضى إلى تداخل واقعي بالافتراضي. هنا خطورتنا نتيجة توقف آلية الإدراك عن القيام بوظيفتها التمييزية وانتفاء الواقع الواقعي لفسح المجال لما يسميه بوردلير مرة أخرى بالواقع المفرد، حين يعجز الوعي على التمييز بين الواقع ومحاكاة الواقع لتداخل الواقعي والافتراضي وانتفاء الحدود بينهم. إذا هكذا عملت كل هذه العناصر الأسانيد فيها الصورة وكل وسائل أخرى التواصلية إلى جعلنا نرحل. وقد يسألت لنا هواتفنا أن نرحل، لأن كل منا صار جزيرة معزولة، كل منا يحمل ذاته، هو موجود وغير موجود، موجود في هناك في اللحظة، هو كائن آخر ليس بيننا. أصبح الواقع هو الافتراضي، الواقع الواقعي هو الواقع الذي مراهن عليه، والذي عملت الوسائط التواصلية كما قلت على خلقه. فدور هذه الوسائل التواصلية دور قوي ومؤثر في تبلور هذا التداخل الذي تنجم عنه حالات التيه والضياع، وهذا ما يعيشه شبابنا طبعا بعد أن تضيع الحقيقة في زحمة الإشاعات والأخبار الزائفة. ويلفي المتصفح لتلك الصفحات نفسه منقادا
إلى قبول كل ما يمارس عليه وما يمارسه عليه هذا الخطاب الافتراضي من عنف رمزي. إذن أخبار إشاعة دولة بسرعة ثم يتم تكذيبها ثم خبر آخر ونتقاسم. إذن حتى مفهوم الحقيقة حتى الحد بين المفاهيم انتفى، بل صرنا أحيانا نمتلك حقيقتنا نحن. صارت عندنا واحد نظرية المؤامرة حتى عملية التكذيب فيها ما فيها. إذا منطقة الأشياء وضبطها كل آلياتها تم تهديمها وتدميرها. فهذا الخطاب كما قلت الافتراضي ما يولده من عنف رمزي، هذا العنف الذي تم تخصيبه بكل مكونات العنف المادي الأخرى عبر السيرورة والسيرورة بالسين وبالصاد انخرط فيها بشكل أعزل. إذا تركنا هؤلاء في التنشئة الاجتماعية، تعرفون طبعا الأعزل والذي يذهب إلى معركة بدون سلاح، إذا هذا الأعزل لم نعطيه السلاح للمواجهة، إذا ذلك لم نمكنه لإعمال مصفات الوعي فلتر يأخذ كل شيء. هكذا يجد نفسه أمام خطابات تلغرافية موجزة تعنفه تارة عبر استتارة مشاعر الخوف وتعميق جرح الإحساس بالذنب. لاحظوا ما يطرح من جمل لا ننتبه إليها، تقول مثلا كتصدق الرسالة الثانية إن لم تنشرها فإن الشيطان قد منعك، أرسلها ولا تجعلها تقف عندك لاتقاء المكروه، إن لم تنشرها فاعلم أن ذنوبك قد منعتك. إذا تغذية وجدان وعقل الإنسان بهذه الجمل تفعل فعلها، إذا عن طريق الترهيب والترغيب. وتارة أخرى بإغراء التحايل، مثلا عندما أقول لك شاهد فضيحة قبل الحدث اضغط واربح. إذا وفق هذا التداول تنشأ ذاكرة جماعية تحوز خطابا يرحل من متكلم إلى آخر. وفي هذا تشير صوفي مورون قائلة إن هذا الاستعمال الذي لا يكف للخطاب الآخر الذي لا يتحكم دائما في مصدره، لا نعرف من يرسل النهاية، يساهم في بناء ذاكرة جماعية ترتكز على ألفاظ وصياغات تسافر من متكلم إلى آخر. إذن في عملية الارتحال للتعابير والألفاظ وبالتالي للخطابات ترتحل ونستقبلها ونحن من يوصلها ويجعلها الطريق لتستمر ولتعيش من غير أن نسأل من أين تأتي. إذن هكذا تتسرب إلينا في تواصلنا اليومي بشكل غير مرئي وبشكل صامت، وهذا أكبر تجلي للعنف الرمزي. أيضا يمكن الحديث في هذا المجال على أننا في اللحظة التي نستوعب فيها هذا الكم من الخطابات العنيفة بشكل رمزي كما قلت، نكون في معركة غير متكافئة، لأن الطرف الأقوى فيها يخضع الطرف الأضعف غصبا وقهرا، وتلك هي القاعدة الأساس التي أشرنا إليها في البداية التي ينهض عليها العنف بشتى تبريراته. ولكن مع ذلك جدور الإشارة إلى أننا في العنف المادي نواجه خصما نستطيع أن نحدد خصم موجود واضح ومادي ملموس، أن نحدد حتى نوع تكتيك ملائم لمواجهته. بينما في الحالة الموازية في حالة العنف الرمزي ماذا يقع؟ طيب الخصم هلامي غير مرئي غير محدد غير مشكلة صامت وناعم لا يمكن تبكنه وتحديده، بل أنكى من ذلك لا نستطيع